بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى نكمل في responsive وندخل في صفحة السيرفيسز بتاعتنا. تمام، فخلينا نقفل مثلا نقفل هون كده، نقفل دي ستايل ونقفل دي كده. احنا محتاجين مين؟ محتاجين السيرفيسز كده، ادي السيرفيسز الخاصة بينا. فنيجي في HTML about، هنا خلينا في الستايل فين بيبدأ الريسبونسيف. فنحتاج الكود ده كده ناخده معانا، هنكبر الموضوع كده بسرعة. ماشي، بسم الله، كنترول سي، وهتيجي بالسيرفيس ستايل تنزل تحت خالص كده، كنترول في كمان، هنطلع فوق تاني بسرعة كده، نجيب الكود الخاص بالسايد منيو. تمام، لحد هنا كده اهو. ماشي، ادي كنترول سي، هتطلع فوق تاني بسرعة كده تحت الفاولت، كنترول في كنترول اس كده. احنا نقلنا الستايل، محتاجين ننقل بقى الفوتر والمنيو. ادي الفوتر اهو، ناخده معانا كده. تمام، ادي كنترول سي. محتاجين مين بقى؟ محتاجين السيرفيسز. تمام، ننزل عند الفوتر، ادي الفوتر اهو. تيجي هنا كنترول في ممتاز. هتيجي كمان في محتاجين نجيب الهيدر، فين الهيدر اهو، اطلع لحد فوق لحد قبل البودي كده، كنترول سي، فين السيرفيس اتش تي ام ال اهو، فين الهيدر، ادي الهيدر اهو، خده معانا لحد فوق كده لحد هنا، كنترول في كنترول اس كده. نقفل الاباوت اتش تي ام ال ونقفل الاباوت ستايل. ممتاز، احفظ هنا واحفظ هنا. تعالى نقول بسم الله، نعمل ريفرش كده، تعالى نشغل انسبكت. ممتاز، طالما جت كده يبقى تشتغل تمام 992. ممتاز جدا. نبدا بقى على طول، هنبدا هنا طبعا ده 6 خلاص، ده محتاج كمان يبقى فول داش ميديم داش كام 6. ممتاز جدا اهو، كنترول سي، وهنا كمان 6، هتلاقيها اتظبطت دلوقتي ان شاء الله. اعمل ريفرش. ممتاز جدا. كمان ننزل بعد الديف، كل ديف واخد 4 خلاص، متفقين ان هما اخوات هنا مع بعض. يبقى الميديم كمان يكون 4، ومتقسم من 4 دول 2 و10، يبقى داش في الميديم داش مثلا 2، وهنا يبقى كل داش ميديم داش 10. تمام، ده كده الديف ده هيتكرر اهو. فخلينا ناخد كنترول سي، ما نكرره كتير بس مش مشكلة. ادي كنترول في في كل محاولة، يعني هيتكرر مرة. تمام، خلينا ننزل انتر كده. ادي الديف اللي بعده كنترول في، ممتاز، واخد جديد اهو. وادي ده كنترول في، وادي ده اهو، انزل انزل كنترول في، ده كمان اهو، ادي كنترول في كنترول اس. تعالى بقى نشوف كده، نعمل ريفرش، بسم الله. تمام، هتلاقيهم تمام. طيب بعد كده في تابس موجودة، ادي ده 12، يبقى كل داش ميديم داش 12 كده، 6 و6 يبقى كل داش ميديم داش 6. خليني اخدها كنترول سي، كمان هنا كده كنترول سي اهو، 12 و6 و6 مش مشكلة. طيب ده كده كمان، التابة اللي بعد كده يبقى 12، وادي دي 6، وصاحبنا ده كمان كام؟ صاحبنا ده 6 برضو، ده 12 اهو. خلينا نحط هنا 12، وهنا 6، وهنا 6 كمان. تعالى نحفظ كنترول اس، بسم الله، اعمل ريفرش، هتلاقيها ان شاء الله تعالى مظبوطة كل حاجة. تمام كده، الميديم طبعا ده متظبطة، الفوتر متظبطين. بعد كده في مين؟ بعد كده في السمول، خلينا نطلع تاني. ده برضو خليها 6 و6 خلاص، كل داش سمول داش 6، دي مفيهاش أدنى مفيهاش أي حاجة خالص يعني. حلو، طبعا أنا عايزك تظبط في التنسيقات، أنت ماشي، ده يبقى كام دلوقتي؟ 7 6 8. ممتاز كده، اعمل ريفريش. ممتاز،
التنسيات فخفيتي تعملها. طبعا ده لسه عايز تحط له التنسيات بتاعته. طيب ده نخليه بقى مثلا فلوس مول كام؟ خليه 6 فلوس مول، يبقى كل داش سمول داش 6 بهذا الشكل، ومتوزع لكل داش سمول داش نخليها برضو 2 و10 ولا 3 و9، خلينا نشوف كده. دي كل داش سمول داش 10 تمام، ادي كنترول اس، خلينا نشوف اول دي عامل ازاي، ولا لازم يتعملوا كلهم ولا ايه؟ طيب ان شاء الله خير، خلينا نكرره تاني. هو انا كان قصدي كده ان احنا نكرر كتير في كده. طيب عشان نسهل على نفسنا خلينا نقفلهم كده، وكل دي بيبدأ اهو كنترول في كي، لو جينا قفلناه كده هتلاقينا اسمه كليب الميديم اهو كنترول في، خلينا كمان نقفله مش احسن من اخواته، كنترول في اهو، وادي كنترول في اهو كمان، وادي الاخير كنترول في، وكمان يقفله ويعمل كنترول اس، تعالى اعمل ريفرش. بسم الله تم ظبطه تمام، هناك بجانب بعضهم اهو تمام جدا. تنسيقات ظبط بقى براحتك، عرفنا بقى اللعبه ازاي، ممتاز. بعد كده في مين؟ في التابس برضو بنفس الاسلوب، خلينا ننزل لها. ادي في الميديا برضو بقول داش في السمول داش، خليها ياخد 12 6 و6 ماشي. خلينا نجرب نشوف ده 6 و6 برضو 6 وهنا 6. او ممكن نخلي الصورة مثلا هنا 4 اوكي، وهنا كده كل داش سمول داش 8، وخلي الباضي 8. خلينا نجرب نشوف هتعمل ازاي، كنترول اس. هو واخد في السمول كام؟ ازاي انا عطيته 4 هنا ال 12 تمام ممتاز، انا معاك واخدين 12 الديف. خلينا برضو نقفله في الديف ذات نفسه، بس الصورة مفروض الديف الكبير مش هتقفله، مش مشكلة. ادي اهو ده كده اللي هيتكرر، قول سي ماشي. ده الديف التاني صاحبنا ماشي، او فين قفلته؟ قفلته اهو كنترول في ممتاز، ده واخد 8 واخد 4 اهو ممتاز. خلينا كمان تاب التالتة يعني تاني كنترول في، كمان تاب الرابعة اهي اضغط عليه وشوف نهايتها فين، هناك اهو كنترول في كنترول اس، تعال نشوف بسم الله. كده كويسة، أهم حاجة المحتوى برضو عايزين الكونتنت يبقى باين، بس هنحتاج نعطيله بعد كده في حاجة حصلت غلط، أمال ليه كلهم ظهرانين كده؟ انا فهمت ليه، ان احنا كبيرنا اول واحد، واول واحد هتلاقي واخد ايه كلاس اسمه اكتف. تعال نشوف كده، احنا شيلنا اخر واحد كده، اعمل كده هتلاقي بس هما 3 بس اللي موجودين، الواحد 2 3 هما في الاساس 4، يبقى نشيل الكلاس اللي احنا حطيناه اللي اسمه اكتف، احنا كبيرنا اول واحد اللي هو الاكتف شيله. كمان اطلع فوق ادي الاكتف، سيب بس الاكتف اللي في اول واحد واعمل فريش. بسم الله هتلاقي مظبوط كده، تضغط الامور شغاله ان شاء الله تمام تمام. طبعا نفس الصوره ان احنا كبيرنا فعطى نفس الصوره برضو، خلاص الحاجات دي ان شاء الله سهله مش صعبه. طبعا تقدر تظبط تنسيقات شويه بتاعت الكلام خطوط والحاجات دي. بعد كده في مين؟ في الاكسترا سمول، خلينا نطلع فوق. هنا برضو خلي كل داش اكسترا سمول داش خليها 6 ماشي، ادي كنترول سي تيجي هنا ادي كنترول في ماشي كنترول اس، يبقى ده الاول بيبدأ من كام؟ ده مظبوط كده، احنا قلنا ده بنحطه 500 في استخدم لحد فوق، هتلاقي الامور ان شاء الله تمام شغالة كويس. طبعا ظبط برضو التنسيقات هنا يعني تمام. هنبدأ بقى نكمل، ده نخليه برضو نفس الاسلوب 6، وفي 500 نخليه كام؟ نخليه ياخد الوتس 100 تمام، يعني هنا يبقى 2 جنب بعض حلو، ولما تصغر تحت يبقى 1 بس خلاص. يبقى ده برضو هيكون كده كل داش اكسترا سمول داش 6 ماشي، كنترول سي هنا كنترول بي خلاص خليه ياخد 2، وده خليه ياخد كام؟ خليه ياخد 10 من الوتس بتاعه اهو، هو ده اللي قلنا عليه هنكرر فيه كتير مش مشكلة. كنترول سي كده وادي كنترول بي واقفله، وادي كنترول بي واقفله ماشي كنترول في كمان
حلو ماشي، يعني تعبناكم معانا. انا عارف الكلام مش لكم، ده الكلام للديفايس يعني، مسخرينهم معانا والله كده. وبعدين اعمل ريفرش، بسم الله ماذا الشكل، هنظبطها متقلقش ان شاء الله امورها تمام. ماشي. ما انت بص لما تيجي كده تبقى كبيرة وكويسة، فيها اتنين ده كده، ده كده طبعا الاكسترا سمول اهو، هو السمول برضه فيهم اتنين مش مشكلة كده طبعا. بص شوف في فرق في النقلة اهو، ده كده سمول، لما تنزل تحت 768 ده كده في الاكسترا سمول اصلا، ده كده كويس مش وحش. فطبيعي نيجي كده يبقى العملية ضيقة عليه شوية. هنا بقى بالتنسيق بتاع الميديا كويري تمام، هنا يعني هنا تعمل ايه يعني، تطلع كده. خلينا نظبط دي مع بعض. اول شيء تيجي على دي كويس، اطلع كده فوق شوية، ادي الاي سايز 40، لا سايز كتير لما يكون كده حلو مش وحش. كمان ايه اللي حصل ليه؟ ادي ده كمان ماشي. لاي تكست لاين سنتر، هو كده في السنتر، مش شايف انه كده في السنتر يعني صح. طيب الاي فون سايز لاين هايت ماشي، طب دي مش جايه في التكست لاين. طيب هل ابوها ده واخد بالي نسيبه مظبوط كده؟ خلينا يبقى نحتاج كده ناخد ده كنترول سي ونروح على فين؟ نروح هنا، احنا دلوقتي شغالين في مين؟ الاكسترا سمول اللي هي دي كده، دي الميديم، ادي السمول، ممتاز ممتاز. ايوه انزل كمان 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 كمان، سمول انتهت، ادي الاكسترا سمول اهي ممتاز جدا. خلينا ننزل تحت خالص، انزل 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 اهو. خلينا نظبط لها الدنيا كده، كنترول بي يعني كنترول اس، ممتاز ظبط تمام اتظبط. خلينا بقى ما خدناش بس الاي، حلو الاي محتاجه بقى الفون سايز بتاعها نغيره شويه، خليه مثلا 30 كده اهو. ناخده معانا كنترول سي، ارجع هنا كنترول في كنترول اس تمام. برضو الاي ده كبير قوي، هبص لها اتظبط دلوقتي وبقت مقبوله للعين كده اهو. بص لها عليك بقت مستريحه فيها لما تيجي تقراها اهو. كنترول في كنترول اس، ارجع هناك هات لي التكست باراجراف ده 18 كبير اهو، ما احنا نصغره كده وبقت احسن من الاول كتير صح. نزلت تحت شويه اهو، مو احسن. طب تعالى نجرب نصغر واحده كمان. طب الدنيا بقى ظبطت اهو، خلينا ناخد ده كده كنترول سي كنترول في كنترول اس ماشي. واحد يقول لي طب المساحه دي كبيره، مش مشكله خالص، نقدر ايه نصغرها. حلو انت لو وقفت هنا صح، انا باخد 250 لاين هايت، خليه 250 كده، نشوف الهايت ده كمان جاي منين، فين ابوه. حلو ابوه واخد هايت 250، حلو يعني مش عايز اضيقها قوي. تعمل ايه، نضيقها ولا مش نضيقها؟ هو ده واخد برضه 250، لو انت ممكن تقدر تصغر بهذا الشكل كده. حلو مارجن بطن 20، ايه رأيكم بقى؟ طبعا ده برضه هتقل شوية محتاجة نعمل ايه؟ صغرها ولا نخليها كبيرة؟ طيب خلينا نظبطها وخلاص نصغرها، خلينا نعمل نفس كده، خليها تبان تاني هي كبيرة كده. ننزل تحت انت شوية كده، خليها تدي بكله باين، تطلعي فوق ممتاز. أول شيء خلينا نشوف ده واخد لاجيك كويس تمام. كمان الأب الكبير، ادي الاب الكبير واخد بادنج او شيء، واخد 250 هايت. خلاص خليني اصغر كده الهايت شويه، خليه 230 بس، يبقى البادي واخد الهايت بتاعه 230 اهو. كنترول اس ده اول حاجه، اعمل ريفريش ممتاز. خلينا بقى ده الاولاني، ده لو واخد هايت نخليه كام؟ 230 نفس الطول. حلو ده سيرفيسز بلوك بادي، سيرفيس بلوك بادي غيرنا في الايكون، يبقى ناخد معانا سيرفيس بلوك بادي ما خدناهوش اصلا من الاول. كنترول سي كده، خلينا اهي كنترول في كنترول اس، اعمل ريفريش هتلاقيهم بقى طول بعض ممتاز. ده في مساحه كبيره كده اهو صح. خلينا ده ننزل كده شويه، ده واخد هايت مثلا 120 كتير او الهايت ده شويه نقلله كده. خلاص ارجع للبي، هتلاقي في انزل تحت هنا
الأفلام وكنا خدمية كنترول اس اعمل ريفريش ممتاز وبقت جميلة ان شاء الله جدا جدا ومريحة للعين كمان تمام. احطها كمان كده على 500 كنا ظبط على 500 ممتازة برضو ما فيهاش أدنى مشكلة خالص تمام. بعد كده دي بقى الصورة وبعد كده الكتابة ممكن نخليها كده جميلة بس مشكلة خالص. هنيجي هنا ندخل بقى على الجزء ده في اكسترا سمول ده واخد 12 كل داش اكسترا سمول داش 12 حلو كنترول سي برضو تيجي نخلي الصورة تاخد 12 والكلام ياخد 12 زي ما هو عمل كده حلو. هنا برضو ادي 12 ودي كمان نعطيها 12 ودي كمان 12 الايتم اللي بعده وادي دي 12 كمان بسم الله كمان هنا اخر ايتم موجودة هنا نعطيها 12 في الصورة 12 في الفاضي 12 كنترول اس خلينا نشوف اعمل فريش بسم الله جميلة. كمان هنحتاج بس ان احنا نظبط بعض التنسيقات زي مثلا انت تيجي على الصورة العدد ده كبير تغير تاني نقول شوية كده بالصورة يكون بحيث انه يكون كويس يعني المساحة دي بتاعت ايه او الصورة نعطيه نفس الهايت خليه برضه 210 زي كده الصورة الدنيا حلوة ممتاز جدا. يبقى خلينا نطلع كده شوية ناخد ده كنترول سي احنا كده شغالين فين برضه في الاكسترا سمول هنا كده لسه ما جيناش عند الصغيرة خالص اهو كنترول في كمان كنترول في هو عنده مين الايمج محتاجين الايمج محتاجين ليها بس لغايه كده كنترول اس اعمل ريفريش ممتاز. هتحتاج كمان تعطي لده تخلي له السايز بتاعه شوف وصل العمليه حلوه وبقت سهله خالص وباينه كنا خليه 18 اهو يعني ده كنترول سي ارجع كده كنترول في كنترول اس البي تعالى هنا 14 كنا نقللها 2 كده وكمان نعطيها تكست لاين جاستيفاي تقدر ايه تبدع في الموضوع كنترول اس ريفريش جميل ما شاء الله جدا. كمان تشوف ده شكله كبير تقدر تغير صغر كده شويه مثلا اهو فون سايز نخليه 15 على هناك هنا اهو كنترول في هتقول لي ان الفون سايز كام 15 بكسل كنترول اس اعمل ريفريش ممتاز جدا. طب المساحة دي بتاعت ايه تعالى خلينا نشوفها بتاعت ايه ده واخد بقى من فوق وتحت ولا حاجة ده واخد هايط يعني ممكن نشيل الخيط ده اصلا خالص نعطيله بادي بوتوم محتاج بادي بوتوم ده كان محتاج من فوق خالص ان انت خلينا ناخد اسم كلاس اسمه ده كده كنترول اف كنترول في هتقولي ده ما كانش محتاج هايط على قد ما انه كان محتاج ان انت تعطيله بادي مثلا من ناحية البوتوم 20 بكسل كده كنترول اس خلينا نشوف ايه اللي حصل كويس. خلينا بقى نشوف برضو مع المساحات الكبيرة الحاجات الكبيرة برضو ان احنا عاطين هنا هايط للصورة فكنا محتاجين ندي هنا هايط. طب خلاص عشان مش نزعله خلينا نعمل كنترول كده نرجع ويرجع تحت تاني خالص اعطيله هايط مفيش مشكلة خالص هنا كنترول اس تاني اعمل ريفريش هتلاقيها مظبوطة صح قلل بقى عنده 500 زين خلاص خلينا نقلل له الخيط طالما هو عايز على صغير كده لو كل ما كبر مش هتبقى فارقة كبير قوي ده باظ لي كده. خلينا نشوف كمان كبر كمان. طيب ما احنا رجعناه تاني يعني احنا رجعناه تاني مش تقلق خلينا بقى ناخد ده كده ونظبط نشوف ايه اللي حصل تاني هنا كنترول اس هنا نعطيله فاضي ما خدناش بالنا برضو ده كويس واول ما تنزل في شاشات صغيره لحد ال 500 كده هتلاقي الامور ان شاء الله تعالى كويسه فشل حاجه اهو كبر كبر ولما يجوا صباع خلاص ما احنا رجعناها تاني ممتاز جدا اهو تمام جدا نزل تاني تحت عند الخمسميات كده ممتاز اهو كمان في شيء تاني ده كده خلاص ده كده ممتاز اهو ده امورها تمام ان شاء الله تعالى كده بقى اللي هو الحته بتاعت الخمسميه
يعني هي دي صح؟ خلينا ننزل تحت خالص ونشوف البلوكتين اللي احنا محتاجينهم ايه ياخدوا 100% في الويتس في الشاشة هنا كده زي مين؟ اهو كل واحد من دول محتاجينه ياخدوا الويتس كامل، فعلمولي كده هات لي اسمه طبعا اللي هو ده كله كده هتعطي له ايه؟ مظبوط تقول له والله الويتس بتاعك 100% بهذا الشكل خلاص كل ما تصغر بقى يكون واحد بس. طب اول ما تعلى المفروض ان انت اول ما تعلى ال 500 بيجيب 2 تاني تمام. طب خلينا نشوف الكلام ده لما ننقلها اهو كنترول سي تيجي هنا كنترول في كنترول اس اعمل ريفريش اهو فوق ال 500 جايب 2 اهو انزل انزل اول ما ينزل تحت ال 500 شوف ايه اللي هيحصل شوف جاب واحد بس اهو نزل تحت ال 500 جاب واحد بهذا الشكل حلو ممتاز جدا الجزئية الأولانية الجزئية التانية خلاص خلينا دي أكيد هتكون معمولة كده أصلا ممتاز انزل انزل هتلاقيها بهذا الشكل بس أنا نازل مخصوص عشان القايمة بس نغير فيها شوية هي بس اللي هتحتاج مننا شوية تغيير هنظبطها على 320 ماشي كده ظبط لي بقى القايمة صغر الكلام شوية هتيجي هنا أقفل كل كلمة الإيه بلاش نروح نجيب واحدة الأكتف اوكي انزل احنا محتاجين فونت سايز 16 انزل كمان حلوة كده كمان ممكن نزودها شوية كل ال اي هتلاقي واخدة مارجن من ناحية الليفت كده مش عارف ده ايه فلوت ليفت هو فين بقى في مارجن موجود يعني ولا ده الويتس او ويتس اه ده الويتس بتاعها طيب فين بقى مش باين ليه دور عليه ادي اليو ال كلها ادي الاكتف ماشي ادي الاي بتاعتها ادي القفله ادي الاي لايت جديده خلاص هنا لو جينا نشوف الويتس بتاعها 30 بيكسل كي 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 احنا قلنا 70 مش عارف 70 اجيبه من 4 ولا تشيله طيب احنا ممكن نجيله ونشوف حكاية المارجن من ناحية الليفت ده خليه كده نقلله شوية تمام نفس الوقت برضو الايه شوية ممكن نزود الويتس بتاعها كده عشان تبقى باينة مفيهاش مشكلة خالص اهو كانت كويسة برضو فخلينا ناخد ادي الايه كنترول سي ونروح هناك كنترول في كمان محتاجين ال ال اي معانا ادي ال اي كنترول سي وهنا كنترول في كنترول اس تعالى نعمل ريفرش الان ان شاء الله تعالى تكون كويسه جدا فخلينا طبعا برضو هنا برضو محتاج ايه تظبط شويه مش تنسى يعني مش تسيب حاجه معاك كده ادي السايز بتاعه صغره كده اهو فانا مش مشكله اخليه كبير كده شويه كنترول سي ارجع هنا كنترول في الباراجراف ده ممكن يحتاج ان تتنانه شوية كده بهذا الشكل كويس جدا اهو كنترول سي كنترول في كنترول اس خلاص اعمل ريفريش برضه كذلك الكلام ده ممكن يكون محتاج منك ان انت تعدله شوية صغر له حجمه كده اهو كنترول سي اللي احنا كنترول في كنترول اس اعمل ريفريش الان بقى خلينا كمان نشوف شيء سالي بتاعت مين بقى تلقاكي كله طيب خلينا نشوف اطلع فوق شوية عند سيرفيس ستاب مظبوط واخد مارجن مش محتاجين ممكن نشيله خلاص نقول له مارجن بوتوم صفر كده اهو نقول له مين مارجن من ناحية البوتوم صفر كنترول اس اعمل ريفريش كده تعالى بقى نصغر دي خالص كده اهو ممتاز تعالى نشوف بسرعة كده عد عليهم هتعرف تشوفها مظبوطة ولا لا تمام دي كويسة دي ان شاء الله تعالى كويسة ودي اللي مش كويسة بقى ليه؟ بسيطة خالص يعني مش تقلق هتقف عليها انسبكت عليها السايز بتاعها كبير اوي اوي خليها مثلا كده هو واخد تكست بادنج ليفت 80 قليله خالص بس كده
طبعا ده البتن خليه سيف، ممتاز. كنترول سي اهو، كنترول في، ممتاز. اعمل ريفريش كده، انا حفظت ما حفظتش اول، خلينا نحفظ. كنترول اس، اعمل ريفريش. طبعا حجمه برضه كبير قوي، مش كويس كده. 30 كتير، ممكن 20 كويسة اهو. كنترول سي، كنترول في، كنترول اس. كمان اعمل ريفريش، ممتاز. خلينا نشوف اصحابنا دول فين. الديف ده اهو واخد بادنج رايت 80 اهو، خليه بادنج رايت 0 كده. لازم تزاوج سيبه برضو، ممكن تسيبه مسافة كده 40، مش هنا مشكلة خالص. حلو، خلينا ناخد ده كده. كنترول سي، كنترول في، كنترول اس، تمام. احنا تلاقي العملية ان شاء الله تعالى ظبطت. حلو، لو احنا جبناها ريسبونسيف يعني قلت طبعا مفيش 200 يعني، غالبا اخر حاجة موجودة في 320. فاحنا اول واحد كويس ده 360، خلاص اتظبط. 2 400 ده برضه باين، تمام. كل اللي فوق 400 حلو، ده برضه كويس اهو. 320 امور كويسه، تقدر برضه تظبط في التنسيق احسن من كده. عايز تظبط هنا التنسيق نظبط ده بعد كده في ده اهو، ممتاز. بسم الله، هاي فوكس، خلاص امورو تمام. نكتفي ان شاء الله تعالى، نكمل في الصفحة اللي بعد كده إن شاء الله. الله يبارك.